السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر تكونوا كاملين وكاملات بالف خير وبالف صحه نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم عباره عن وصفه لازاله الشعر من الوجه نهائيا. وصفه رهيبه، وصفه خطيره جدا، غاد ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي ترضيكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها من وراء ما تستعملوا هذه الوصفه. هذه ما تنساوش اول حاجه تعملوها هي اللايك، تشتركوا في القناه، تخليو لي تعليق زوينه وتبارطاجيو لا فيديو اوسي. دونك للمكونات غادي تحتاجوا الدقيق، هذا البيض. البنات اللي غايقول لي واش فورس ولا ماشي فورس، دونك هانتوما كتشوفوا هذا البيض، هذا غتحتاجوا الماء، يعني واحد كاس اولا نص كاس ديال الماء ديال اتاي اللي كنعبروا به اتاي. دونك تحطوه في هذا الاناء، والدقيق حتى هو واحد كويس ولا نص كويس ديال الكيك اللي كيكون صغير. غتحتاجوا ايضا زيت الكوكو. هاد زيت الكوكو البنات خذوه اما سائل اولا قاصح هكا، يعني خذوه كيف ما بغيتو نتوما، اما قاصح اما سائل، يعني هكذا من الافضل او من المستحب انه يكون سائل، كان افضل وكان احسن. الا كان هكا ماشي مشكل، غير ذوبوه على النار وغادي تحصلوا على زيت سائل هكا، يعني كما قلت لكم سائل. دونك اول حاجه غادي تستعملوا، يعني تصنتوا ليا مزيان البنات اللي بغات تنجح ليها الوصفه، تحاول تصنت ليا وتسمع ليا مزيان شنو تنقول. دونك هاد الزيت هذا ديال الكوكو غادي تشدوه، الا كان عندكم قاصح غادي تذوبوه على النار حتى يصبح سائل. غادي تستعملوه على البشره ديالكم وانتم كتعملوا عمليه المساج لمده ربع ساعه اولا 10 ديال الدقائق. 10 ديال الدقائق وانتم كتستعملوا زيت الكوكو على وجهكم، وانتم كتدوروا الوجه ديالكم على شكل حركات دائريه، يعني تمصيوه بحال كتمصيوا الوجه ديالكم في الاوقات العاديه اللي كتستعملوها بزيت الكوكو لمده قسمين. من بعد ما تغسلوا لا وجهكم لا والو، يعني ان فوا تستعملوا هذا الزيت ما تغسلوش الوجه ديالكم نهائيا. من بعد شدوا معلقه كبيره بحال هذه، انا غادي بحال هذه المعلقه هذه يعني كبيره، خذوا هذه المعلقه الكبيره واستعملوا معلقه كبيره ديال الماء ومعلقه كبيره ديال الدقيق. الا درتوا جوج معالق كبار ديال الماء ديروا جوج معالق كبار ديال الدقيق. ديما الكميه ديروها دائما يعني تكون متوازنه ما بين الماء وما بين الدقيق، ماشي ديروا ثلاثه المعالق ديال الماء وجوج معالق ديال الدقيق، لا، ديروا معلقه كبيره ديال الماء ومعلقه كبيره ديال الدقيق، اولا جوج معالق كبار ديال الماء وجوج معالق كبار ديال الدقيق. فوالا، ملي تخلطوا هاد جوج معالق ديال الماء مع جوج معالق ديال الدقيق يعني وتخلطوهم حتى تصبح لكم عجينه معتدله كما قلت لكم متوازنه، حطوها على الوجه ديالكم لمده 20 دقيقه. ماشي تحطوها على الوجه ديالكم مده قسم، لا، تحطوها على الوجه ديالكم لمده 20 دقيقه حتى تحسوا بالوجه ديالكم شرب الماء والدقيق، يعني صبحت عجينه ناشفه على الوجه ديالكم. انا كنعاود البنات ما تحيدوش هذا الماسك هذا لمده قسم ولا قسمين، لا، ما تحيدوه حتى توصل 20 دقيقه، عاد حيدوا هذا الماسك هذا ما بين الماء والدقيق. مني تحسوا بالوجه ديالكم نشف حيدوه واستعملوا الماء دافي باش تغسلوا الوجه ديالكم، ماشي بارد ماشي سخون، الماء دافي باش تحيدوا هذا الماسك هذا ديال الماء والدقيق الابيض حتى تغسلوا الوجه ديالكم وما يبقاش يعني حتى حاجه في الوجه ديالكم بالماء دافي، ماشي سخون ماشي بارد، ماشي طيب يعني يعني سخون كنعني بها طيب وبارد كنعني بها بارد. دونك فوالا، يعني يكون دافي معتدل، الا كان طيب شدوه بردوه بالماء بارد. من بعد تستعملوا الماء ورد، واحد شدوا قطينه صغيره واستعملوا فيها واحد شويه ديال الماء ورد هكا، دهنوا به لابو ديالكم. من بعد ما دهنوا لابو بالماء ورد خذوا كريم، اي كريم نيفيا، اي حاجه عندكم كتستعملوها البشره ديالكم وكتسوات عليكم مع البشره استعملوها. النتيجه البنات كتظهر في الاسبوع الاول حتى الاسبوعين، يعني ما بين اسبوع حتى الاسبوعين فقط كتبان النتيجه. ما تنساوش قلت لك كيف ما قلت لكم دعيو معايا، هذه الوصفه مجربه مني انا شخصيا وفريمون نتائج رائعه للغايه. كما قلت لكم النتيجه كتظهر ما بين اسبوع حتى الاسبوعين على حساب البشره، كاين اللي البشره تقدر تبان النتائج ديالها غير في ظرف خمسه الايام، ولكن كاين بشره واحده اخرى غادي تحتاج اسبوع حتى الاسبوعين، يعني لو ماكسيموم اسبوعين غادي تشوفوا النتيجه، وان شاء الله غادي ترضي العديد من السيدات والعديد من البنات ايضا. ما غاديش يبقى نود لكم الشعر نهائيا، ولكن
مع التكرار. كيف ما قلت لكم النتيجه غتبان في ظرف اسبوع حتى الاسبوعين، لو ماكسيموم اسبوعين. هاد الوصفه هذه غادي تستعملوها مرتين في الاسبوع فقط، ماشي مره وماشي ثلاثه المرات، يعني غير جوج مرات في الاسبوع. من ورا دوك الاسبوعين اللي تظهر لكم النتيجه البنات، غادي تولوا تستعملوا هاد الوصفه مره واحده في كل اسبوع، يعني مره واحده في كل اسبوع تستعملوا هذه الوصفه هذه من مورا ما تبان لكم النتيجه. دونك فوالا، يعني كان الشرح ديالي واضح 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 وباين جد جدا. اكيد الحاجه اللي ما تفهمتش لكم كتبوا لي في خانه التعليقات، انا اكيد غادي نجاوبكم. وما تنساوش كيف ما قلت لكم ادعوا معايا، تخليوا لي لايك، ما تنساوش تعملوا لي لايك، تشتركوا في القناه، بارطاجيو لا فيديو، وتخليوا لي تعليق زوينه من ورا ما تجربوا الوصفه ان شاء الله. فوالا البنات، دونك وصلنا نهايه الفيديو. ما سخيتش بكم، كنبغيكم بزاف، و غرو بيزو ليكم كاملين وكاملات، وبسلام عليكم.